صباح الهنا، صباح الخير على حضراتكم. وخلاص نقدر نقول منتصف الاسبوع وعشر صبح في الاهلي. معانا اكيد اخبار كتيره مهمه، لان الاحداث الاخيره كمان بتحمل الكتير من التفاصيل اللي حابين ان احنا نناقشها مع حضراتكم، سواء من اتحاد الكره او من اجتماع امس او بما يختص كمان بالنادي الاهلي والقرارات الجديده والتحكيم وغيره وغيره من الملفات، وكمان الرياضات المختلفه سواء محليا او عالميا. كل ده على مدار الحلقه ان شاء الله. بونجور. بونجورين. افتكرتني امبارح بشكل ملفت للانظار. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. كل اللي النهاوند ذكرته هيتم ان شاء الله بحذافيره في الجزء الاول من حلقتنا. الجزء الثاني كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين، والمختلف ان النهارده الفقره الحواريه الاولى هتكون مقسومه هي كمان بدورها لجزئين. على كل الاحوال الجزئين هينورنا من خلالهم ابطال المواي تاي بعد ما شاركوا مشاركه متميزه جدا في بطوله العالم مؤخرا. اخر بقى فقراتنا الحواريه هتكون مع بطل العرب وبطل العالم في البلياردو سنوكر عبد الرحمن شاهين، اللي هيكون موجود معانا النهارده واللي هيعرفنا اكتر مش بس على بطولاته وانجازاته، ولكن كمان على مدى انتشار هذه الرياضه في مصر وخصوصا في الفتره الاخيره. بص هقول لك على حاجه تاني، انا من الناس اللي كنت ما اعرفش ان احنا عندنا يعني باع كبير جدا في هذه الرياضه، والمناسبه هي رياضه، البلياردو دي رياضه يعني. اختلفنا عليها قبل كده هي رياضه ازاي، بس طبعا يعني هي رياضه زي الشطرنج رياضه. ناس برضو بتختلف تقول لك رياضه في ايه، لا في يعني رياضات بتبقى بتختلف او ليها اقسام كتيره جدا. وفكره هنا الرياضه برضو لما بتستعمل عقلك او ذهنك ده برضو بيبقى ليه علاقه بالرياضه، او رياضه عامه لازم الواحد يبقى ذكي فيها، لازم يستعمل عقله فيها. بس في رياضات بتعتمد فقط على التفكير او على الذكاء او العقل، هي يمكن منها برضو البلياردو والشطرنج. على كل حال معلومات كتيره الناس ما كانتش عارفاها ان احنا عندنا زي ما كنت بقول لحضراتكم باع كتير جدا وابطال اسماء كبيره جدا زي اللي هينورونا النهارده في الحلقه. مهم ان احنا كمان نعرف ليه علشان نشجع، وليه نشجع علشان انت عندك يعني ابطال وحاصلين على رانكينجز حلوه جدا، وبتتكلم هم بيلعبوا باسم مصر. وللاسف الشديد التغطيه الاعلاميه كريمة عشان الواحد يبقى برضه كالعاده كالعاده مش قد كده يعني، مش قد كده. وفي نفس الوقت الوعي عند الناس برضو مش واصل بالشكل الكبير، فمهم جدا ان احنا نسلط الضوء ونتكلم ونسمع منهم ونشوف اللي قادم ايه كمان، لان احنا واضح ان في رياضات كتيره جدا في مصر احنا ناجحين فيها لكن مش واخده الحق يعني. صحيح. اللي هي تستحقه. صحيح. نبدا على كل حال عشان احنا هنتكلم في الخبر الاول عن موضوع اعتقد مهم جدا، وهي تفصيله الاجتماع اللي احنا او لنا واللي كريم وكلنا شايفينه من اهم الاجتماعات اللي عقدت في الفتره الاخيره. ليه؟ عشان هي بتتكلم تحت بند كده النهوض بالمنظومه الرياضيه والكرويه تحديدا. امبارح زي ما حضراتكم اكيد عارفين عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع اتحاد الكره ورابطه الانديه وشركات استادات الوطنيه، شركه عفوا السادات الوطنيه، كان ليهم اجتماع مهم جدا وعلى فكره كان طويل جدا. ليه بقى؟ لانه ناقش بعض الموضوعات الخاصه، هنا بنتكلم بتطوير اصلا منظومه كره القدم خاصه فيما يتعلق منهم بالمنافسات المحليه وخطط المنتخب وبرامج الرعايه وحقوق البث واهميتها كمان لمختلف الانديه من اجل بنتكلم التطوير والنهوض شكلا ومضمونا. طبعا ده بالنسبه للمسابقات المختلفه. وخلال كمان الاجتماع خليني اقول لحضراتكم دكتور اشرف صبحي يوجه بضروره التنسيق المستمر بين الاتحاد ورابطه الانديه والشركات الوطنيه الراعية للاتحاد عشان يقدروا ان هم يقدموا حلول بتضمن كافة حقوق البث الخاصة بالأندية المعنية بالدولة. ده يمكن كان مطلب برضو جماهير يا كريم في طبعا الفترة طبعا اللي فاتت، فأعتقد دي كبداية جيدا يعني جيدة جدا. طبعا الاجتماع كان في منتهى الأهمية، واستكمالا للكلام اللي يعني نهاوند قالته امبارح الوزير وجه كمان بضرورة وضع خطة محكمة تضمن الربط المالي ما بين الاتحاد وما بين رابطة الأندية عشان يقدروا يعني يحققوا أقصى استفادة ممكنة من كافة عوائد منظومة كرة القدم. أكيد كل ده هيحصل تحت المظلة الرقابية لوزارة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة المعنية. كمان تم بحث آليات تحقيق أهداف المشروعات المستقبلية لكرة القدم المصرية، خصوصا مشروع 2026 للوصول إلى كأس العالم ومشروعي 2024 لكأس الأمم الإفريقية وكمان دورة الألعاب الأولمبية. وأكد السيد وزير الشباب والرياضة أن الدولة حريصة كل الحرص على تطوير منظومة كرة القدم من خلال التنسيق مع الاتحاد، اتحاد الكورة ورابطة الأندية المصرية والشركات الوطنية المختلفة، اللي المفروض أن كل طرف فيهم
على حدة وكلهم مجتمعين يساهموا في تطوير كرة القدم المصرية، خصوصا في ضوء الطفرة الغير مسبوقة اللي بتشهدها الرياضة المصرية بشكل عام وبكافة مفرداتها في شتى الرياضات والألعاب المختلفة، طبعا بعد الدعم الرئاسي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة. وللحقيقة كان ليه انعكاسات طيبة متعددة في الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة. ما احنا قلناها قبل كده، لازم القرار يجي من فوق. ما الواحد ما يكونش الود وده يبقى كده. الإرادة جت هتلاقي كل ده بيطبق على الأرض وبشكل يعني تمام وشكل سليم. هو ده اللي حصل بالظبط لما القيادة السياسية قالت لك لا، أنا ههتم بالرياضة، الرياضة جزء لا يتجزأ من حياة كل مواطن مصري، ركز لي على المدارس على الجامعات، ركز لي كمان على الرياضة النسائية، ركز لي على القرى والمحافظات. ابتدينا نبص ونلاقي فرق فعلا في المناطق دي تحديدا، وفرق أصلا في الرياضة في مصر. تيجي تشوف كده عدد الميداليات على البطولات والأبطال اللي بيظهروا عندنا في الفترة الأخيرة، ومن أقل الإمكانيات بالمناسبة. مهم قوي ان احنا نبقى صرحه مع نفسنا يا كريم. انت عندك امكانيات كبيره؟ لا. انت عندك امكانيات قليله او امكانيات محدوده؟ في رياضات معدومه الامكانيات اصلا. اه بالظبط. وفي الاتحادات كلها، في اتحادات بتصرف وفي اتحادات عندها ازمات ماليه، مع ابطال على فكره يعني بيكونوا ابطال بيحققوا ميداليات بره وبيرفعوا اسم مصر، بس ما فيش دعم. ليه؟ الاسباب مش وقتها دلوقتي. ممكن يكون فعلا الاتحاد ما عندوش فلوس على فكره. ممكن تبقى قصه ان احنا ما عندناش ثقافه السبونسرز، موجودة في العالم كله بس احنا يمكن لسه عندنا تخوفات شوية. يمكن الفترة الأخيرة بعد أولمبياد طوكيو ابتدينا نشوف سبونسرز لألعاب فردية والأبطال فردية، حصلوا لنا على ميداليات كتير، بس برضو على استحياء. على استحياء شوية للأسف الشديد. صح. بس نتمنى أن الثقافة دي يعني تكبر أو تنتشر بشكل أكبر، لأن عندنا أبطال يستحقوا ده. والدعم المالي على فكرة يعني أساس لأي بطل، أساس. أنت بتصرف على كيان معين، البطل ده الرياضي عايز يأكل ويشرب ويتمرن صح، ومكان وبيئة صح، ومعسكرات وأدوات، حاجات كتيرة جدا. ما أقدرش بعد ده أنا ما وفروش أجي أقول هو إحنا ليه ما بنجيبش ميداليات ذهبية في الأولمبياد كتير؟ ما وفر وهتلاقي. يعني اسمها إيه؟ أطبخ يا جارية كلف يا سيدي. يعني على كل حال ان شاء الله احنا متفائلين بأولمبياد باريس، لان زي ما كنت بقول لحضراتكم في توجه، في قرار من سياده الرئيس، في دعم كبير جدا، الوزاره بتشتغل، عندك جهات معينه معنيه كانت يمكن الفتره اللي فاتت مش مهتمه زي دلوقتي، دلوقتي الاهتمام اكثر من رائع. فالتواصل ده مهم. نتمنى ان شاء الله نشوف يعني اولمبياد باريس 2024 فرق تاني خالص في الابطال وفي الميداليات لمصر باذن الله. خلينا نروح مع حضراتكم بعد كده، لان برضو الخبر اللي جاي اعتقد خبر كويس، وده بيؤكد كلامنا على او على فكره هنا الطفره الرياضيه وتغيير الثقافه في المجتمع في الفتره الاخيره. وزاره الشباب والرياضه اعلنت عن انطلاق معسكر الاسره الرياضيه، ده اسمه انطلاق معسكر يلا كام تحديدا، هو اسم المعسكر كده، ده في سانت كاترين وفي دهب، ضمن المعسكرات الرياضيه تحت شعار معانا هنخلي الاسره كلها تمارس الرياضه من خلال مسابقات رياضيه. طيب بتنظمها مين؟ بتنظمها الإدارة المركزية للتنمية. المسابقات دي هيكون شرط الاشتراك فيها لأول مرة، يعني مفروض الأب والأم والأولاد. يعني ما ينفعش أب لوحده وأم لوحدها أولاد لوحدهم، لا، أب وأم وأولاد، هنتكلم عن أسرة كاملة. الجوائز هتصل ل 10,000 جنيه كريم في ألعاب القوة وألعاب الرماية وكرة القدم والبيتش بول أو الفولي بول اللي هي الكرة الطائرة الشاطئية. اه الطائرة الشاطئية، بتلخبط بصراحة. بالإضافة لتسلق الجبال زي ما حضراتكم عارفين، بنتكلم عن سانت كاترين ودهب، فاكيد كمان تسلق الجبال هيكون هناك، وهيتضمن البرنامج زياره كمان الاماكن السياحيه هناك وكده. تالي ممكن نقول المجمل هتكون قدمت وزاره الشباب والرياضه للاسره نفسها وللشباب فرصه ممكن خلالهم اكتشاف مصر، دي ناحيه. والناحيه الثانيه كمان يعني فكره هنا الرياضه وتدعيمها، ويمكن يمكن يكون في فرد في الاسره من خلال المشاركات دي تلاقي عنده موهبه في الرياضه ما، ما حدش بيبقى عارف للاسف الشديد، مش كل الناس عندها فرصه ان هي تروح او تثبت او حد يكتشفها، اللي هي الكشافات اللي بتبقى موجوده يعني. فاعتقد دي حاجه كويسه جدا، بس لازم يشارك فيها عدد كبير. يعني مهم كمان يا كريم ان الحاجات او المبادرات او الاكتيفيتيز اللي زي دي ما تبقاش محدوده برضو، لازم ان هي يعني ناس كتير تشارك فيها او يتم تعميمها بشكل اكبر في المجتمع. فمهم ان احنا نركز عليها كمان دورنا في الاعلام الرياضي، علشان ممكن الناس تكون اصلا مش واصله لها ده. طبعا مبدئيا كده كويس قوي ان خطوه زي كده اتخذت، يعني فكره ان يبقى في تحفيز للاسره المصريه بالكامل لممارسه الرياضه
بكل انعكاساتها الإيجابية الطيبة على الصحة العامة وعلى الحالة المزاجية وعلى التواصل حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. فكرة إن احنا نكون يعني الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتنا دي حاجة في منتهى الأهمية. والحقيقة برضو استكمالا للكلام اللي كانت نهاوند بتقوله، احنا شفنا في آخر كام سنة في إصرار من القيادة السياسية على إن الشعب ده يلعب رياضة بأي طريقة، إن الناس تبتدي تمارس رياضة بشكل ولو بسيط جدا أضعف الإيمان. يعني اتكلمنا معاكم قبل كده أكتر من مرة عن كذا مبادرة ليها علاقة بالدراجات مثلا، وكان في تسهيلات كبيرة في الأسعار وفي سداد ثمن الدراجات تيسيرا على المواطنين وتحفيزا ليهم إن هم يبتدوا يمارسوا الرياضة، طبعا حاجة جميلة جدا. وأعتقد إن شاء الله ممكن نوصل لو فضلنا ماشيين على نفس التراك ده وبنفس الوتيرة دي، ممكن تتفاجئ ان الثقافه الرياضيه العامه عندنا اتغيرت بشكل ملحوظ. يعني طبعا مع الاجيال الجديده ممكن بشكل كبير طبعا. نتمنى. بس كل حاجه بتاخد وقت، بس أكيد. لما بتبدا ممكن تاخد شويه وقت، بس هتلاقي الاجيال الجديده اكتر من الاجيال اللي ظهرت صحيح. فيها القصه نفسها صحيح. او الثقافه نفسها هي اللي بتؤثر عليها يعني. صحيح مليون يعني. في المية. طيب نكمل بقى مع حضراتكم سلسله اخبارنا. اعلن الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين برئاسه الدكتور احمد عوين، اعلن عن ادراج بطوله العالم للجودو للمكفوفين اللي نظمها مصر إن شاء الله خلال الفترة من 9 إلى 19 مارس المقبل في مدينة الإسكندرية. سيتم إدراجها ضمن أجندة البطولات الرسمية للاتحاد الدولي للمكفوفين والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس إن شاء الله. طبعا ده إنجاز يعتبر فريد من نوعه، يعني إنجاز بيحصل للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي إفريقيا، وأكيد بيعكس ثقة الاتحاد الدولي في التطور اللي بيحصل داخل جمهورية مصر العربية في السنوات الأخيرة. التطور اللي أنا ونهواند كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم من شوية عن جانب منه أو شيء من المظاهر المتعددة اللي بقينا نشوفها مؤخرا، ودي حاجة حلوة جدا. بص هقول لك على حاجه، الواحد لما بجد تاني هنرجع نركز على النقطه دي لانها نقطه مهمه، واحنا بنتكلم كمان هنا عن بطوله العالم للمكفوفين في الجودو اللي هتؤهلهم للبارالمبيات 2024 في باريس. فانت بتتكلم عن فئه، يعني على فكره بالمناسبه احنا انا وانت يا كريم تحديدا في بص حضرتكم الحق يقال، احنا كعشر صبح في الاهلي من البرامج فعلا اللي بتركز على كل الفئات. لو حضرتك تابعتنا من اول يوم ابتدينا فيه لحد هذه اللحظة احنا بنجيب كل الرياضات وبيشرفنا ان احنا يكون معنا كل الفئات. وفكرة هنا اللي هم اصحاب يعني القدرات الخاصة او يعني ذوي الهمم او غيرهم بيكونوا معنا ضيوف دائمين لان هم يستحقوا ذلك، وعلى فكرة هم بيرفعوا من البرنامج لما بيكونوا متواجدين معنا. ففكرة هنا حاجة زي كده ونتكلم عن المكفوفين وهذه الفئة اللي البعض ممكن يبص ليهم يقول لهم يا حرام يعني خليهم كده ياكلوا ويشربوا وخلاص. الناس دي بتحقق انجازات ونجاحات والله العظيم، في ناس اسوياء بدنيا ما بيعملوهاش، بيرفعوا اسم بلدهم، ناس موجوده هنا ما بيعملوش اي حاجه وبيتعلموا احسن تعليم وغيره وغيره، ما لهمش اي دور في المجتمع. فبجد فئه تحترم بشكل كبير جدا صحيح. وبنسعد بيهم وان شاء الله دايما كده يكونوا رافعين اسم مصر، لان فعلا فعلا دول مش حاجه مهمشه ولا فئه اقليه، لا بالعكس دول فئه منتجه جدا وليها فاعليه في هذا المجتمع. فربنا يوفقهم بجد من كل قلبي بدعي لهم، واكيد كل الدعم ليهم من كل المصريين، اعتقد مفيش مصري ما بيدعمهمش، يعني هم اللي بيجيبوا لنا برده تاني ما ننساش الميداليات الاكثر يعني بكتير. في البارالمبيات الاكثر بكثير بكثير، يعني اي دوره اولمبيه بنرجع منها ان شاء الله دايما مجبورين الخاطر، لكن اي دوره بارالمبيه بنرجع رافعين راسنا عمرنا ما بالظبط طبعا بالظبط. خلينا نكمل. طيب هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع بعديها، كنا بنعزم على بعض مين فينا اللي يطلع الفاصل، فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل معاكم بقى اخبارنا وموضوعاتنا، وخلونا نبتدي مع زميلتنا العزيزه سالة حامد. هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان تقول لنا ايه المستجدات في فروع النادي الاهلي المختلفه والمتعلقه بفرقه المختلفه. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم انا متواجده حاليا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني البدايه مع يعني الفريق الاول لكره القدم تحت قياده ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الاهلي، ويمكن يعني بعد مباراه الاسماعيلي والتعادل مع نادي الاسماعيلي في بطوله الدوري والمواجهه اللي كانت مؤجلة
من الجولة ال 18 يعني بعد التعادل مع نادي الإسماعيلي، يمكن قرر مستر ريكاردو سواريش أنه يريح لاعبي نادي الأهلي لمدة 24 ساعة، والنهاردة إن شاء الله يعني الفريق هيستأنف تاني تدريباته على ملعب مختار التتش داخل مقر النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله يعني التدريب هيكون الساعة 4 العصر والتجمع هيكون الساعة 3، وبعد كده يعني الفريق هيدخل في معسكر مغلق عشان يستعد بشكل قوي لمباراة غد واللي هتكون أمام إمبي إن شاء الله، ودي هتكون في الجولة ال 32 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهتقام إن شاء الله على ملعب استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة 8 مساء. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم بالفريق الاول لكره اليد، والحاليه متواجدين في اسبانيا في معسكر مغلق، ودي هتكون يعني فتره الاعداد او فتره الاستعدادات للموسم الجديد، وحاليا الفريق متواجد في اسبانيا. ويمكن خليني اقول لكم انه امبارح يعني نادي نافا الاسباني قرر وكرم يعني بعثه النادي الاهلي اللي متواجده في اسبانيا، ده قبل ما يسافروا للبوسنه النهارده، والمفروض النهارده هيسافروا وهيقعدوا لحد يوم 27، وبعد كده هيرجعوا ويكملوا تدريبات هنا بشكل طبيعي في القاهرة داخل مقر النادي. يمكن يعني نادي نافا الاسباني، خليني اقول لك يا كريم وانا هوند، انه قرر يعني يكرم لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بسبب الفتره اللي قضوها يعني في اسبانيا اللي كانت مدتها اسبوع الايام الماضيه، بسبب ان هم كانوا حابين طبعا ان هم يتواجدوا في اسبانيا يعني يخوضوا بعض التجارب الوديه والمباريات الوديه مع بعض الانديه في اسبانيا، وكانت منهم نادي اتلتيكو، ويمكن قدر النادي الاهلي ان هو يفوز عليه في المباراه الوديه بنتيجه 43-36، ويمكن ده بس يعني كان التكريم بسبب تواجد يعني باسه نادي الاهلي والفتره اللي قضوها في اسبانيا. النهارده ان شاء الله هيسافروا للبوسنه وهيقعدوا لحد يوم 27، وبعد كده هيرجعوا يعني يستأنفوا او يواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي عشان يستعدوا للموسم الجديد اللي ان شاء الله هيبتدي في اخر شهر 9 القادم. كمان النهارده الفريق الاول لكره السله تحت قياده مستر اجوستي ايفوشا، النهارده عندهم تمرين الساعه 4 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ولكن مش كل اللاعبين هيكونوا متواجدين في التدريبات الجماعيه بسبب ان في معظم اللاعبين يعني انضموا لقائمه منتخبنا الوطني واللي هتشارك ان شاء الله في تصفيات كاس العالم لكره السله 2023. يمكن من المنضمين يعني لمنتخبنا الوطني من لاعبي النادي الاهلي هم ايهاب امين، سيف سمير، عمرو الجندي، عمر عزب، وعمرو زهران، وعمر طارق، وده يعني هيكونوا متواجدين خلال الفتره القادمه مع منتخبنا الوطني، وباقي اللاعبين يعني هيكونوا متواجدين في تدريب اليوم طبعا يعني، وكمان يعني الوفد الجديد او محترفنا والتر هودج هيكون ان شاء الله متواجد في التدريبات الجماعيه مع بدايه الشهر المقبل. يمكن خليني اقول لكم ان منتخبنا الوطني ان شاء الله يعني حاليا متواجدين في تونس وهيواجهوا الفتره القادمه في تصفيات كاس العالم منتخبنا او منتخب الكاميرون ومنتخب تونس ومنتخب جنوب السودان. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم انه حمزه حمدي الصافي يعني حصل امبارح على جائزه افضل مركز 4 في بطوله افريقيا، ده طبعا بعد ما منتخبنا برده للكره الطايره منتخب الشباب شارك في بطوله افريقيا، ويمكن امبارح يعني فازوا بالبطوله. طبعا ببارك لكل يعني الشعب المصري وكل الجمهور يعني في مصر بعد يعني ما فاز منتخبنا الوطني ببطولة افريقيا للكرة الطايرة للشباب. يمكن امبارح كمان حمزة يعني طبعا ابن الوز عوام كابتن يعني ابن كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول لكرة الطايرة سيدات يعني توج امبارح يعني بسبب ادائه المتميز طوال البطولة واللي طبعا كانت مقامة في تونس. يمكن دي كريم ويا نهوان كانت كل اخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الاهلي وجميع فرق الرياضية. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك يا نهوان في اي سؤال، والان العودة مرة اخرى للاستوديو. نشكرك جزيل الشكر يا سارة على هذه التغطية، شكرا ليكي. ونروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على الصحافة الرياضية ونشوف ايه المستجدات. تعالى بقى من اخبار النادي الاهلي للصحافة الرياضية، وتحديدا عبر سكايب هيكون معانا دكتور عادل كريم الناقد الرياضي، وهنناقش اهم يعني الاخبار الرياضية في الصحف والمواقع، بنتكلم طبعا محليا وعالميا. وخلينا نبدا ونقول لا صباح الخير، مش نبدا من صدى البلد، صح؟ صباح الخير. صباح الخير يا استاذ عادل. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. وبنسعد حقيقي وانت معانا وقرايتك للصحافه. وخلينا نبدا كده تحديدا من صدى البلد، ويمكن صدى البلد وتالي في الجول برضو بيتكلموا عن نفس التوبيك او نفس المانشيت. يورجن كلوب كان بيصرح بيقول ليفربول لم يستحق الخساره من مانشستر يونايتد وهدف راشفورد تسلل. طبعا دي كانت الاحداث بالامس، وده كان المباراه، كانت مباراه طبعا يعني
مش متوقعة إلى حد كبير. إزاي حضرتك شايف البداية الغير موفقة نقدر نقول لليفربول طبعا، وفكرة هنا برضو رحيل، يعني البعض بفسر البداية دي غير موفقة بفكرة رحيل ساديو ماني على سبيل المثال، بعض الخلل اللي موجود دلوقتي في صفوف ليفربول اللي برضو أنا مش مقتنع قوي بالكلام دي أو بالملحوظة دي، لكن البعض تحدث بهذا الشأن إن كان ليه تأثير كبير جدا. فهل الكلام ده مظبوط أو حضرتك بتفسر ده إزاي أستاذ عادل؟ هو اولا لا، ما اعتقدش ان رحيل ساديو ماني هو السبب. يعني هو ساديو من الموسم اللي كان يورجن كلوب بيعتمد عليه مش في مكان الجناح، بيعتمد عليه في مركز المهاجم، لان هو كان من ساعه ما جاب لويس دياز هو اللي بيلعب في مركز الجناح ده. مركز المهاجم ليفربول ضم فيه داروين نونيز، الصفقه القياسيه بالنسبه للنادي، لكن هو الفريق بيعاني من اكتر يعني ظروف كتيره جدا، رغم انه بدا الموسم بالفوز بالدرع الخيريه او لو زي مثابه كاس السوبر في انجلترا على مانشستر سيتي، كان في طموحات كبيره جدا عند جمهور ليفربول، لكن ثلاث مباريات تعادلين وخساره امبارح من مانشستر يونايتد في المباراه اللي بتعتبر مباراه يعني ديربي او مباراه بين اكبر فريقين في انجلترا، فكانت طبعا خساره قاسيه شويه. لكن زي ما كنت بقول، يمكن غياب عدد كبير جدا من اللعيبه، جويل ماتيب وابراهيم كوناتي في الدفاع، تياجو في وسط الملعب، داروين نونيز كمان اللي اتطرد في المباراه اللي فاتت، فاكثر من حوالي 9 10 لعيبه من التشكيله الاساسيه او منهم 8 من التقسيم بتوع ليفربول ما كانوش موجودين. ده مأثر كتير جدا على شكل الفريق، زائد ان في حاله ارتباك كده واضح كمان كان من تصريحات كلوب سواء قبل المباراه او بعد المباراه، ان في زي شد وجذب بينه وبين اداره النادي، لان هو طلب واضح ان هو طلب اكتر من لاعب في منطقه وسط الملعب تحديدا، لان عنده مشكله اصابه تياجو المتكرره، اصابه نابي كيتا المتكرره، واللي اصبح كمان على وشك ان هو يمكن هيمشي في فتره الانتقالات الحاليه، لان كلام كتير انه طلب انه يمشي من ليفربول، فما حصلش تعويض للعيبه اللي مشيت او اللعيبه اللي هتمشي، زائد يعني يمكن هي الصفقه الوحيده الكبيره اللي حصلت هي صفقه داروين نونيز. فابيو كارفايو لعيب ناشئ، كالمن رمزي لعيب ناشئ، فلسه قدامهم مستقبل يعني، لكن مش هم اللي هيشيلوا الفريق دلوقتي. اعتقد بدايه صعبه جدا لليفربول، وبدا يمكن حتى جمهور ليفربول يتكلم ان هو الدوري بقى بعيد السنه دي، خلينا مركزين في التوب فور عشان منام. طبعا لسه بدري على الكلام ده، لا هو لسه بدري جدا. لسه 35 جوله كتير جدا يعني الدوري كله تقريبا، لكن طبعا اكيد في مشاكل في ليفربول الناس كلها معترفه بيها، واعتقد ده هيبقى دور كلوب اللي قال احنا عايزين يبقى انطلاقتنا الحقيقه من السبت الجاي في انفيلد لما ليفربول هيلعب مع بورنموث اعتقد ان شاء الله يوم السبت. طيب هو يعني برضو من موقع في الجول ما اعتقدش ان هو بعد عن نفس الموضوع تقريبا والمباراه، خليني برضو اقرا معاك استاذ عادل. هو بيقول المانشيت: تين هاج يقتحم التاريخ وراتشفورد بيكسر الصيام، وابرز ارقام فوز مانشستر يونايتد على ليفربول. برضو امبارح نرجع ونقول ان هو كان اول فوز في الدوري لمانشستر يونايتد، يعني هل ممكن نشوف بعد كده زي ما بيتقال او زي ما متوقع نتائج واداء مختلف في المباريات القادمه، ولا ايه الوضع ازاي؟ اكيد هو فعلا تين هاج يمكن اول فوز ليه بعد خسارتين في اول مباراتين من برايتون، وبعد كده خساره قاسيه جدا 4-0 من برنتفورد في الجوله الثانيه، فكان يمكن ده امبارح كان الفريقين داخلين وهم متعثرين في اول جولتين، يعني ليفربول تعادلين يونايتد خسارتين، فكان الماتش يمكن في ضغط عصبي كبير جدا على الفرقتين، لكن تين هاج ادار المباراه بشكل كويس جدا، بدا بضغط كبير جدا في اول ربع ساعه لغايه ما قدر يسجل هدف، تراجع بعد كده شويه، ساب الكوره يمكن لليفربول كان هو المسيطر اكتر، لكن كان بيعتمد على هجمات مرتده بشكل كبير جدا. هدف تاني في الشوط الثاني يمكن اللي اتكلم عليه كلوب ان هو في تسلل، الحقيقه الكوره فيها جدل حاصل من امبارح، لان كانت باينه قوي في الشاشه انها اوف سايد، وبعد كده الفار قعد يرسم الخطوط فتره لغايه ما قال ان هي لا مش اوف سايد، ففيها لغايه دلوقتي في مشاكل في الفار حتى في الدوري الانجليزي في كل المباريات يمكن. فبعدها ليفربول ضغط، لكن مش بالشكل المتوقع، من مش ده الضغط بتاع ليفربول، مش ده الاداء اللي كان الناس مستنياه. قدر صلاح يسجل هدف في اخر 10 دقائق يمكن، لكن الفوز هيدي دفعه معنويه كبيره جدا لتين هاج، وخاصه ان هو كمان مع ضم كاسيميرو اللي كان امبارح بيتقدم في اولد ترافورد، مع ضم عدد تاني لسه من اللعيبه، في كلام على انتوني لاعب اياكس، في كلام على فرينكي ديونج من برشلونه، في اكتر من لاعب يونايتد عايز ضمهم الفتره الجايه، هل كريستيانو هيبقى ولا هيرحل، خاصه انه امبارح ما لعبش يمكن غير اخر ثلاث دقائق في المباراه. فاعتقد نتيجه امبارح دي هتاثر كمان على السوق، اللي يعني الفتره ال 10 ايام او الاسبوع اللي فات، لاننا على نهايه الانتقالات 31 اغسطس، اعتقد الفرقتين هيدخلوا السوق وهيحاولوا يضموا اكتر من صفقه في الفتره الجايه.
كويس جدا. طيب هروح معاك سريعا لليوم السابع، وهو مش منشط، هو عامل زي كده اسمها ايه اناليسز، مثلا اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في الدوريات الخمس الكبرى، بنتكلم عن طبعا 2022، وحاطط خمس اسماء يمكن يتصدرهم مبابي طبعا باريس سان جيرمان بعدد 28 هدف. فانا سؤالي هنا اصلا يعني من كل ده، حضرتك ازاي شايف اصلا الصراع المبكر هنا على فكره هنا يعني لقب الهداف في الدوريات المختلفه؟ يعني بتشوف ده مش تو ايرلي زي ما بيتقال، او صراع لسه بادئ بدري قوي ما نقدرش نحكم دلوقتي؟ احنا لسه في بدايه الموسم، احنا لسه ممكن في دوريات تلعب فيها جولتين، دوريات تلعب فيها ثلاث جولات، لسه بدري قوي يعني. يمكن هو التقرير بيتكلم عن سنه 2022 عموما، وده برضو احنا لسه في شهر 8، فاحنا لسه السنه ما خلصتش يعني، لسه فيها كتير. لكن هو فعلا مبابي عامل موسم كويس جدا، بادي سجل يمكن اربع اهداف في اول مباراتين مع بي اس جي، وبي اس جي عامل بادي الموسم بارقام قياسيه يعني، كسبان 7-1 اخر مباراه، معناها كانت مباراه متوقعه انها تبقى صعبه على بي اس جي، وسجلوا هدف بعد 8 ثواني يمكن من السنتاره، ميسي لعبها طويله ومبابي سجل. لسه طبعا بدري، هو واضح بس في الدوريات ان احنا عندنا في الدوري مثلا الفرنساوي بي اس جي او باريس سان جيرمان، وفي الدوري الالماني بايرن ميونخ بديد الموسم بقسوه شويه على المنافسين يعني، الفرقتين كسبوا ثلاث مباريات بعدد كبير جدا من الاهداف. الصوره لسه ما وضحتش في بقيه الدوريات يمكن، فخلينا نقول احنا لسه بدري، احنا لسه يمكن في اول ثلاث اسابيع من الموسم. الموسم ده كمان هيبقى غريب شويه لانه هيوقف لمده شهر ونص في وسط الموسم عشان كاس العالم، وده يمكن اللي كل المدربين بتتكلم عليه، ان احنا كاننا داخلين موسمين، لان هبتدي الموسم هوصل للكلايمكس او للذروه عندي، بعد كده هقف شهر ونص وهرجع تاني كاني بادي من بدايه الموسم تاني، فدي هتعمل مشاكل كتير عند انديه كتير، فخلينا نشوف الموسم الغريب ده هيمشي ازاي. حلو الموسم الغريب، هو فعلا موسم غريب، وزي ما حضرتك اتكلمت برضو فارق الاهداف غريب، بتكلم في ست اهداف وسبع اهداف، حاجات زي كده بنسمعها او بنشوفها، مش واخدين ابدا على ده او ما شفناهوش، مش كومن زي ما بيتقال. على كل حال استاذ عادل، انا سعدت اكيد بقراءه الاخبار والمنشطات مع حضرتك وانا وكريم، شكرا ليك جدا. شكرا. شكرا جزيلا. زي عندهم زي عندينا يا نهاوند، عندهم تلاحم مباريات وبطولات، وابتدوا يشتكوا هم كمان. الفقرة الأولى كده انتهت مع حضراتكم طبعا بما تحمله من أخبار مختلفة. خلينا نروح فاصل ونرجع عشان نستقبل أول ضيوفنا، وقلنا الفقرة الأولى هتقسم لاثنين، هيكون معانا أربع ضيوف مقسمين على فقرتين يعني، عشان نتكلم عن رياضة المواي تاي. احنا اتكلمنا عنها قبل كده وشرحنا لحضراتكم إيه المواي تاي، هنشرحها تاني، بس هنتكلم عن الإنجازات اللي وصلنا له في المواي تاي، لأن كل فترة بيكون في إنجاز جديد أكيد نبقى حابين إن احنا نحكي لحضراتكم عنه. فاصل ونرجع نكمل. صباح الفل مره تانية، برحب بحضراتكم الفقره الحواريه الاولى. زي ما كنا بنتابع وزي ما قلنا، احنا بنتكلم دايما وبقالنا فتره طويله بنتكلم عن نجاحات وانتخابات مصر في مختلف اللعبات. شفنا ده يمكن مع كمان لعبه، يعني لعبه هي حديثه الى حد ما، استطاعت ان هي تحقق فيها او نحقق فيها انجاز بحصد سبع ميداليات متنوعه في بطوله العالم، وهي بطوله طبعا صعبه والتنافس فيها بشكل كبير جدا، وهي لعبه او منتخب المواي تاي، اتكلمنا عنه الفتره اللي فاتت. لكن في جديد، كل فتره في جديد وفي انجاز اخر بيحقق على الارض، ده بيسعدنا جدا ان احنا برضو نستعرضه مع حضراتكم. خلينا نرحب بكابتن محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، والبطله بتاعتنا رانيا عادل لاعبه منتخب مصر للمواي تاي. بونجور بونجور، صباح الفل. صباح ومبروك كده كل فتره انجاز، حاجه بجد تشرف جدا. والله سعداء بوجودنا النهارده على قناه الاهلي، يمكن سعيد جدا بانجاز اولادي وبناتي في مرحله الناشئين والشباب. الحمد لله الاولاد قدروا يثبتوا للعالم كله برغم مشاركتهم لاول مره انهم قدروا المسؤوليه، وقدروا ان هم يتوجوا على اعلى المنصات العالميه، بطوله العالم للمواي تاي في ماليزيا. لازم تكون سعيد ولازم تكون فخور بالانجاز، لان احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر على رياضه مجازا كده نقدر نقول عليها وليده يعني الى حد كبير في مصر. بدايتها كانت في 2020 لو انا مش غلطان، بدايه الاتحاد بالفعل اشهر 2020 فعلا. طيب احنا عايزين بقى قبل ما ندخل في تفاصيل الانجازات المحترمه المشرفه اللي اتحققت، عايزين من حضرتك مشكورا بس تعريف بسيط عن الرياضه دي، لان ممكن تبقى في ناس عارفه ان هي رياضه قتاليه، طب ايه الفرق اللي بينها وبين بقيه الرياضات القتاليه زي الجودو والكاراتيه والتايكواندو الى اخره؟ احنا نقدر نقول رياضه المواي تاي هي ترجمتها هي الملاكمه التايلانديه، وهي رياضه من الرياضات النزاليه المعترف بها من خلال اللجنه الاولمبيه الدوليه، خدت الاعتراف الاولمبي الكامل في الجلسه الاخيره في طوكيو. رياضه المواي تاي بتمارس على حلقه ملاكمه، وبيرتدي فيها اللاعبين كامل ادوات السلامه، يمكن بنشرح ادوات السلامه اللي بيرتدي واقي راس وواقي اسنان، حامي كوع، قفاز ملاكمه، حامي الساقين، حامي للصدر،
أول أولويات الاتحاد الدولي للمواي تاي هو سلامة اللاعبين، لذلك هو شدد على أدوات السلامة عشان سلامة اللاعبين. بتمارس من خلال 3 جولات، بيمارس اللاعب من خلالهم تقنيات اللكم باليد واللكم بالكوع والركل بالساق والركل بالركبة. يقيم من خلال لجنة حكام، واللاعب الحاصل على نقاط أكثر بيحصل على 10 نقاط، والخاسر بيحصل على 9 خلال الجولة الواحدة، وبيتم جمع النقاط على 3 جولات، وبيقيم مين صاحب أعلى النقاط، وبيعلن فائز بالمباراة. تمام، حلو جدا. طب احنا كل مره بيبقى معانا بطله جديده، وبطله كمان رغم صغر السن بيكون او بتكون محققه حاجه على الارض محترمه جدا، ممكن بقى تعرفنا وتحكي لنا اكتر؟ يعني يمكن برضو بنات مصر وبناتي فعلا مفخره للعالم كله، والله ما شاء الله على المستويات الموجوده والمنافسه، ومن اول مره يعني بنشوف بلاد دول تانيه بتشارك لتاني مره والتالت مره، وفي خوف وفي رهبه من اللعب، لكن بناتنا حاجه تانية. رانيا بقى احكي لنا، رانيا ابتديتي امتى وانجاز حلو جدا، اشمعنى المواي تاي اصلا؟ يا رياضه حلوه جدا، بدات 2022. ده السنه دي؟ لا، من 3 سنين. 2019. من اول بدايه اللعب بدانا، اول ما الاتحاد اسس وكده بدانا، دي السنه الثالثه على التوالي اللعب، وخدنا بطوله جمهوريه. برافو عليكي، اول ما لعبتي كده بطولات على طول. اول جمهوريه، اول افريقيا، وتالت عالم السنه دي. ما شاء الله عليك. بس فعلا يعني بدايتك مع الرياضه دي يعني جت ازاي؟ عاده البنوتات لما بيبتدوا يقرروا يلعبوا رياضه بشكل احترافي عاده بيروحوا لالعاب معينه، يمكن الوضع ده اتغير كتير في الفتره الاخيره، فاشمعنى المواي تاي صحيح؟ هي الشخصيه بتاعتي انا شخصيه حاده شويه، فمايله للرياضه اللي هي القتاليه والعنف والكلام ده كله، بس هي رياضه محترمه تهدي الاعصاب، ورياضه حلوه جدا، وهي كمان كوع وركبه في الصدر وفي الوش. في ناس كتير كانت معترضه على الكلام ده في الاول، وازاي بنت بتلعب. اهلك نفسهم كان رايهم ايه؟ لا، اهلي كانوا مرحبين جدا، واكتر ناس يعني مسنداني في الموضوع ده، لان حصلت لي اصابات كثيره، يعني كسر وخلع. يا رانيا، معقوله هي عنيفه للدرجات دي المواي تاي؟ لا، هي اصابات يعني شخصيه، مش يعني من اللعب. تدريب مثلا معين او كده. اوكي، فيعني كملنا الحمد لله. برافو عليك. الحمد لله. واضح ان رانيا عندها طاقه، فاهلها رانيا ليها كاريزما. انا كسبها تخرج الطاقه دي ليها كاريزما رانيا، ما شاء الله عليها. يعني بتهيألي احنا دلوقتي معانا ماتش رانيا، بتهيألي صح كده؟ مباراه رانيا مع ضد الروسيه بطله العالم في مباراه التأهل. انا متخيله المباراه هتبقى ماشيه متأهله للنهائي للدور الاربعه، وما شاء الله يعني رانيا ثبتت نفسها في المباراه ده باداء عالي كتير. حاجه حلوه قوي ما شاء الله، يعني بناتنا موجوده وبتنافس ومتواجدين. هو في الفتره الاخيره يا كابتن في طفره، لسه كنا بنقول انا وكريم الكلام ده في الانترو، لا في طفره عظيمه جدا محترمه جدا، بالذات كمان للرياضه النسائيه. يعني دلوقتي الاعمار بتبقى صغيره جدا بس انجازاتهم كبيره قوي، فبجد من امثله دي رياضه المواي تاي. مش اول مره نشوف بطله معاك، وكمان خلي بال حضرتك المره فاتت قلت لنا برده كانت لسه ما بقالهاش كذا سنه، برده سنتين حاجه زي كده، لكن فتره قصيره لكن بيقدروا يحققوا حاجات عظيمه. والله يعني يمكن فرصه لي ان انا اشكر فريق العمل اللي شغال معايا، الاداره الفنيه الموجوده لانتقائها اللاعبين الموجودين. يعني يمكن احنا كنا مشاركين في بطوله العالم ب8 لاعبين، الحمد لله راجعين ب7 ميداليات. ما شاء الله. وحتى اللاعب الموفق شهد المره دي ادى اداء رجولي عالي جدا. كان الاختيار من خلال رؤيه فنيه، وهي الاستثمار في الاعمار الصغيره السن واللعيبه اصحاب المواهب، وكمان اعطاء الفرصه للاعبين ابناء المحافظات والاقاليم ان هم يشاركوا، بحيث ان الرياضه تتسع وان يكون في توسع في قاعده اللعبه. على ذكر التساحه، يعني اكيد بحكم منصب حضرتك كرئيس للاتحاد المصري للمواي تاي اكيد حاطط خطه ما للمساعده على انتشار اللعبه ويبقى لها قاعده جماهيريه كبيره. ايه النقاط الاهم اللي حضرتك ناوي تركز عليها في مساله انتشار اللعبه؟ والله احنا الحمد لله رب العالمين، احنا الرؤيه الفنيه الموجوده بتاعتنا ورؤيتنا الموجوده ان احنا نكون متواجدين في كل المحافظات من خلال مدربين متخصصين في اللعبه، يقدروا ان هم ينشروا اللعبه بشكل صحيح ويكونوا متخصصين في اللعبه ويمارسوا اللعبه فقط مش العاب ثانيه خالص، بحيث ان احنا نكون قاعدتنا مؤثره ونقدر نطلع باولادنا ان هم يمثلوا مصر على اعلى البطولات العالميه
ويقدروا ان هم يحصدوا الميداليات لمصر. فكانت هي دي رؤيتنا خلال الفتره اللي فاتت، ان احنا نوصل للمدربين ونوصل للمحافظات ونوصل للمدربين يتسموا بسمات خاصه، اللي هو ان هو يقدر يكون قائد يقود المكان اللي هو موجود فيه او المحافظه اللي موجود فيه، عشان نقدر نوصل بلاعبينا ورياضتنا واولادنا في فتره وجيزه ان هم يقدروا يشاركوا ويحصلوا على ميداليات لمصر ويرفعوا رايه مصر فوق عاليه تخفقه باذن الله. حلو جدا. طيب احنا كنا بنتكلم برضو في الانترو انا وكريم عن الرياضات المختلفه والانجازات العظيمه على الارض اللي بيحققوها ومنتخباتنا برضو المختلفه وما ينقصهم في بعض الاحيان من فكره دعم، وانا هتكلم عن الدعم المادي على فكره. الدعم المعنوي يمكن موجود بشكل كبير جدا، بنشوف تقدير، بنشوف لقاءات، بنشوف يعني كلمات شكر، بنشوف سؤال بالتليفون من سياده الوزير على طول، لكن هل هناك مشاكل فيما يختص بالشق المالي، الدعم المالي؟ لان ده مهم برضو. حقيقه احنا سياستنا في اتحاد المواي تاي ان احنا نوصل للقيادات ونوصل للمسؤولين من خلال شغلنا. يعني احنا حاولنا، اعتقد ان اتحاد المواي تاي قدر في خلال الفتره الوجيزه اللي فاتت انه يثبت ان هو اتحاد قدير من قدر المسؤوليه، وقدر ان هو يحقق انجازات بلاعبينه. فعلا الدعم المادي كان قليل موجود، فما قدرناش نشارك بمنتخبات كامله في جميع المراحل السنيه، لكن الحمد لله كنا عنصر مؤثر وموجود، وقدرنا نبرهن لكل القيادات ووزاره الشباب والرياضه ان احنا قدر المسؤوليه واولادنا فعلا قدر المسؤوليه، وان هم يقدروا يتغلبوا على اكثر الدول واكبر الدول قوه في المواي تاي. يمكن حتى عندنا لاعبنا اللي حصل على الذهبيه تغلب على روسيا وكازاخستان، الدولتين اقوى دولتين في اللعبه موجوده، وهو الاول مره يشارك معانا، كان شيء مفرح جدا. وكان حتى يمكن كل اعضاء الاتحاد الدولي و المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي جه هناني ان مصر داخله بقوه وتطلع في الترتيب عالي. يعني يمكن احنا كنا ترتيبنا من ضمن الدول العربيه الترتيب الثاني بعد دوله الامارات العربيه، بدمنا الترتيب الدول اللي في المقدمه من ضمن 120 دوله كانت مشاركه، كانت مصر ترتيبها 16. روسيا كانت مشاركه بحوالي 80 لاعب، احنا شاركنا ب 8 الحمد لله. هي كانت المركز الاول 43 ذهب 10 فضه 10 برونز، الحمد لله احنا كنا مؤثرين وكنا موجودين. ده مؤثرين جدا. الحمد لله رب العالمين، رقم محترم قوي. الحمد لله رب العالمين، وجودنا كان مؤثر، حضورنا كان مؤثر، اولادنا كانوا قدر المسؤوليه، نفتخر بيهم وسعداء بما انجزوه. يعني كان كمان الجهاز الفني المنتخب بقياده المستر رفعت جابر وكابتن وليد زكريا وكابتن ايمن الحمصاني وكابتن احمد عيسى بذلوا قصارى جهودهم لاعداد الفتره الوجيزه، ان كانت فتره اعداد وجيزه كانت صغيره. الحمد لله رب العالمين. هو الانجاز الحقيقه شارح نفسه وبيقول بشكل في منتهى البلاغه ان في فعلا مجهودات كبيره جدا ورا اللعيبه واللاعبات. عايزين برضو نعرف منك يا رانيا، انت يعني يومك بيبقى عامل ازاي؟ انت طالبه في اي سنه دراسيه؟ وازاي بتوفقي ما بين دراستك واللعبه؟ بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ هل بتروحي معسكرات ولا لا؟ وبالمره برضو قولي لنا انت بتستعدي لايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ انا في ثانيه ثانوي، داخله ثانيه ثانوي ان شاء الله. التمرين بقى كل يوم، يا تمرين الصبح تمرين بالليل. مرتين في اليوم. مرتين في اليوم. والدراسه بقى بتبقى في النص، يعني بحاول اظبط ما بين الدراسه في ايام المدرسه، بحاول مثلا يكون ثلاث ايام شاطره في الدراسه زي ما انت شاطره في الرياضه كده. الحمد لله ماشيه يعني مضياها. لا حاول اظبط شويه التمرين، يعني حاول نمشي الدنيا شويه عشان نوازن بين ده وده. اوكي. ف وعندك ايه بقى بتستعدي له الفتره الجايه ان شاء الله؟ في بطوله معينه هتشاركي فيها؟ هل في معسكر مثلا الفتره الجايه؟ احنا كنا عاملين معسكر قبل بطوله العالم. كنا معسكرين، فلما البطوله خلصت بقى احنا لسه واصلين اول امبارح، فان شاء الله يعني حاول ان شاء الله المره الجايه تبقى احسن، نجيب اول ان شاء الله البطوله الجايه. ايه اللي بينقصك يا رانيا؟ ايه اللي ناقص؟ ايه اللي شايفاه محتاجاه علشان نجيب المركز الاول؟ في حاجه معينه ناقصه؟ حاجه لو حابه دلوقتي تقوليها على الهوا حتى عشان نقدر نعالج لو في اي مشكله؟ هي والله ما فيش حاجه ناقصه. كابتن محمد ابراهيم والاتحاد المصري الماي تاي يعني عاملين الواجب وزياده معانا يعني الحمد لله. وكابتن وليد زكريا وكابتن ايمن، كل الكباتن اللي كانت مشاركه معانا في البطوله، ناس كلها يعني قايمه بالواجب وعامله اللي عليها وزياده.
بس الواجب اللي هم قاموا بيه ده اتى ثماره في صوره الميداليات اللي احنا بنتكلم عليها دي. والمعسكرات كمان هيبقى في معسكرات ان شاء الله باذن الله. احنا يعني في الفتره الحاليه احنا يمكن انا تلقيت اكثر من اتصال من السيد الدكتور اشرف صبحي اشاد بنتائج اللاعبين واشادوا بنتائج بعثه المواي تاي على صفحه رسميه لوزاره الشباب والرياضه. كان فرصه ان انا اشكر معالي الوزير على اهتمامه ودعمه للاتحادات الوليده، واشكر كل القيادات الموجوده في وزاره الشباب والرياضه. كمان اتوجه بجزيل الشكر لسعاده السفير رجاء نصر سفير جمهوريه مصر العربيه في ماليزيا على دعمه وحضوره وفعاليات البطوله ودعمه للاعبين معنويا ووجوده على منصه التتويج اثناء عزف النشيد الوطني المصري، وحضوره كان ليه اثر طيب ودافع قوي للاعبين على المنافسه واظهار المستوى العالي اللي بيقوم بيه لاعبتنا. الحمد لله رب العالمين. رائع جدا. يعني انا مش عارفه والله، بس نفسي المره الجايه كمان لما نتقابل باذن الله تكونوا في انجاز اكبر. وقبل ما نختم بس عايزه اسالك عن البطلات عندنا، يعني تقول لنا اكتر عن المنتخب. احنا تقابلنا برانيا وتقابلنا قبل كده برضو تقريبا زميلتين ليها، ممكن برضو تعرفنا اكتر عن المنتخب عندنا. عندي خمس بطلات مفخره الحمد لله، عندي رانيا وعندي جمانه وعندي ناديه فضيه عالم وعندي جمانه فضيه عالم نهائيه، وعندي ميريت برونزيه عالم، عندي سما من دمياط برونزيه عالم. والله بفتخر بيهم كلهم، كلهم اداء رجولي. اداء نسائي قوي. ايه اداء رجولي؟ أداء ولا ايه يا رانيا؟ لا ما بحبش الكلمه دي. اداء عالي والله. أيوة. بنفتخر بيهم. احنا بناتنا فعلا قدروا يثبتوا للعالم كله ان هم فعلا قدر المسؤوليه. انا سافرت بثلاث ولاد وخمس بنات عشان استاذه نهوان. ده واقع يا جماعه، احنا مش بنات مصر. ما بجيبش حاجه من عندي. بنات مصر كفاءات يرفع عليها القبعه الحمد لله. هل بالمناسبه في اجنده حضرتك تاني رجوعا لكونك رئيس الاتحاد المصري لهذه الرياضه، هل في شكل من اشكال التعاون او بروتوكول تعاون ما بينك وبين اي مؤسسات او جهات او هيئات تعليميه معينه بحيث ان يتم ادراج هذه الرياضه ضمن النشاطات المدرسيه او الجامعيه مثلا ضمن المنافسات في بطولات الجمهوريه سواء لطلاب المدارس او الجامعات؟ احنا بالفعل تواصلنا مع اداره الاتحاد الرياضي للجامعات المصريه كي تدرج الرياضه دي باذن الله في الموسم الجديد اللي جاي ان شاء الله. رياضه المواي تاي هتكون موجوده. كمان هنبذل اكبر مجهود ممكن احنا نوصل للمدارس باذن الله انها تكون موجوده في بطولات المدارس باذن الله. الاتحاد المصري للمواي تاي جنوب عمله صغير لكن يرفع له القبعه. يمكن احنا في الاتحاد كله مكون اداريا داخليا من العاملين خمس افراد شغالين باقصى جهد لإثبات نجاحات الاتحاد وإثبات القدرة المصرية أن الاتحاد بيعمل بأعلى كفاءة ممكنة برغم صغر جروب العمل أنه يقدر يتواكب مع الاتحادات الدولية، وأن احنا هدفنا أن احنا ننافس الاتحادات الدولية والاتحادات الموجودة على مستوى العالم، أن احنا نثبت أن الكفاءات المصرية موجودة وبتنافس بقوة والحمد لله. كان نتاج هذا التنافس القوي حصول اولادنا على المراكز المتقدمه التي نفتخر بها كلنا الحمد لله رب العالمين. كل التوفيق ليكم في اللي جاي كمان ونتقابل قريب بانجازات مختلفه ان شاء الله. اول دوره هنكون موجودين معاكم سعداء بوجودكم. نورتينا يا رانيا بجد، كل التوفيق. عايزينك كده واحده من ابطال مصر التقال ان شاء الله في الفتره اللي جايه. نورتونا ونشكركم على وجودكم معانا. وهنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع عشان نتعرف على المزيد من الانجازات المصريه اللي اتحققت من خلال رياضه المواي تاي. خليكم معانا. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل استعراض الانجازات والنجاحات المصريه على مستوى العالم في رياضه المواي تاي. والحقيقه منورنا في الفقره دي حاله شديده الخصوصيه، احنا منورنا كابتن زكريا وليد وهو مدرب منتخب مصر للمواي تاي، ومنورنا كمان ابنه بطل العالم في المواي تاي وليد زكريا وليد. صباح الفل عليكم ومليون مبروك على الانجاز العالمي الرائع. اهلا بكم. صباح الفل على حضرتك، صباح الجمال على القناه كلها. صباح الجمال عليكم. وقبل ما نبدا بقى ونتكلم عن زكريا، لا هنتكلم عنك يا كابتن، لان مهم جدا ان احنا نبدا بالاصل الموضوع منين. واضح ان حضرتك بتلعب برضو بس مش شرط مواي تاي، بس رياضي من زمان، ممكن نعرف عنك الاول يا كابتن؟ انا كنت لاعب منتخب مصر العاب ثانيه، يعني لعبت اكتر من لعبه، وكنت في المنتخب الوطني لكذا لعبه.
وكنت قبل كده لاعب العاب قوه والحمد لله يعني من سنه ده من سن صغير جدا 89 وانا في المجال الرياضي ويعني نعتبر لعبت جميع الفنون القتاليه اللي نزلت مصر. حلو جدا الحمد لله. حلو جدا. وابتداء من اول ما اشهر الاتحاد المصري للمواي تاي وانا معاهم من اول موسم. يعني لعبت كل الالعاب القتاليه دي بقى رسيت على المواي تاي بالذات. لعبه شامله ولعبه جميله مشبعه فيها كل الرياضات الدفاع عن النفس او يعني بتشتغل بكل جسمك ركل ولكم وكوع وركبه. لعبه شيقه جدا هي مستقبل الفنون القتاليه في مصر. حلو. الايام اللي جايه المواي تاي هي يعني هي بستان الفنون القتاليه. حلو. ده كابتن وليد. جه زكريا بقى. العكس السمرة. ده كابتن زكريا وجه وليد. لا كابتن وليد وجه زكريا. يبقى انا اللي بتلخبط بس العمليه فيتها يا فندم ما روحناش. زكريا وليد وليد زكريا. فكابتن وليد بقى زكريا خلاص اتولد اكيد كان عندك ميشن ان هو لازم برضو يبقى في نفس التراك كده. انا بدات معاه من نهايتي. يعني انا شفت اخطائي انا في الحياه بتاعتي كلاعب وبدات معاه بقى من الصح بتاعه. اللي انا ما عملتوش او اللي انا ما عرفتش نعمله مع نفسي وما وصلتش ليه بداته معاه هو صح. بدات كل خطواتي بالورقه والقلم مع زكريا عشان يبقى بطل. وهو سنه كام بقى بدا مثلا في الرياضه؟ زكريا يعني الحمد لله من طفولته يعني بقى له يعني هو عنده 14 سنه من المهد يعني هو بيتمرن. هو شبهك على فكره جدا. ابني بقى. لا يعني في شبه من الام اصل حاسسكم شبه بعض جدا. احنا شبه كبير خلاص بينا حتى وبين والدتي. أيوة شبه كتير. وانت بقى اخترت رياضه ولا كنت مجبر عليها ولا جت معاك ازاي؟ اخاك على بطل. قول بقى كل حاجه. بكامل ارادتك. بكامل ارادتي. زي الفل. وايه اللي شدك في الرياضه دي الى جانب طبعا فكره ان الوالد يعني بطل مدرب منتخب مصر في الرياضه؟ هل كان في يعني حاجات معينه ولا فكره ان انت طول عمرك شايف ان الوالد بيلعب رياضات قتاليه فده شدك للحته دي عموما من الرياضات؟ لعبت موي تاي لعبه شيقه جدا ممتعه خالص وانا عن نفسي استريحت اللي انا نلعبها واللي انا اخشها. ولعبه شيقه جدا ما شاء الله. طيب بطوله العالم دي حاجه مش سهله كون ان واحد يبقى الاول على العالم دي حاجه اكيد مش سهله. ايه ملابسات حصولك على المركز الاول ده ومشاركتك في البطوله دي مؤخرا؟ انا كان معايا الاول بدات ان انا اتمرن من كده سنه 2020 دي تالت سنه ليا في لعبه المواي تاي. ما حصلت على المركز الاول معايا تلات بطولات جمهوريه اول وحصلت على بطولة افريقيا للاندية حصل على المركز الاول فيها وعسكرت في منتخب مصر مدة والحمد لله بقى معايا بطولة عالم وحصلت على المركز الاول. جميل. فده كنت هدف كنت حاطه في دماغي وصريت عليه لحد اما الحمد لله ربنا كرمني بيه. حلو جدا. ده ما اثرش على فكره برضو لانك يعني كابتن اكيد وليد مش هيفرق بعد الدراسه. بس في حد تاني في البيت هيفرق. فالبالانس ده اكيد كان مش سهل برضو. والله احنا يعني عشان برضو نبين لك مدى الهدف ان احنا مصممين عليه وصعوبه الخيار بقى ان احنا اتحطين فيه. زكريا كان عنده ماده في الدور الثاني. معلش يعني ما هي على فكره بتاثر طبيعه الحال بتاثر. فسيبنا يعني الماده وفضلنا ان احنا نطلع ونحقق هدفنا ويعني كدراسه لا انا عندي الرياضه رقم واحد دراسه رقم اثنين. وطنت. انا ووالدته ما ترددتش هي لا البطوله العالم اولا هي اكيد بتتفرج علينا وموافقنا. الرياضه في حياتنا رقم واحد عندنا هدف عايزين نوصل له من سنين بنشتغل عليه مش من النهارده. فمش هنيجي النهارده لاي سبب من الاسباب ونتخلى عن حلمنا. انا بتفق مع حضرتك انا بتفق بصراحه ولازم القائمين على برضو موضوع التعليم وده بيحصل في الفتره دي في تسهيلات شويه يسهلوا لان في الاول وفي الاخر ده بطل بيرفع اسم مصر. حاولنا والله ان احنا يعني نحاول نوفق وناجل الامتحان شويه او كده ما بيحصلش. ده مش ممكن تقدم طلب ما امكنش. كنت سامعه ان المفروض سياده الوزير تعاون وزير الشباب والرياضه والتعليم كان المفروض ما امكنش. حاولت كتير. اوكي. لا احنا لازم نناشد بالموضوع ده لان ده مهم. هو كبطل رياضي رايح عنده بطوله بيمثل مصر كمان. فبالتالي لازم يكون في بعض التسهيلات في تجاوز او في تسهيلات لازم تحصل للابطال على الاقل يعني. اتفق مع حضرتك مليون في المية. ده لازم. ده فرصه وهو اصلا هو في ثالثه اعدادي ازهري. فالموضوع صعب بالنسبه له كمان كدراسه 21 ماده في ثالثه اعدادي فالموضوع صعب. بس فانه هو يوفق يعني ما بين كده وما بين كده وحفظ قران وبتاع فالموضوع صعب كتير علينا. التدريبات يعني
فكره ان والدك هو مدرب المنتخب اكيد دي ممكن تدي مساحه شيء من كلام من عينه، ما طبعا عشان والده هو يعني محسوبيه بقى. هل ده بيخليك ان انت تلتزم زياده عن بقيه زمايلك اللي في المنتخب؟ هل مطلوب منك تعمل مجهود مضاعف عشان ما يبقاش في اي شبهه مجامله باي حال من الاحوال؟ لازم، ده كان لازم ان انا نعمله عشان خاطر نوصل لحلمي، فكان لازم نتعب ونتعب عشان خاطر الهدف اللي انا كنت حاطه في دماغي. بس اتعرضت لده يا زكريا؟ يعني اتعرضت حد كان مثلا بيتهمك او بيقول لك اما انت عشان باباك مدرب المنتخب؟ يعني هل سمعت حاجات زي كده؟ كنت سامع. كنت بترد ازاي؟ انا وزمايلي، انا يعني زمايلي كانوا بيعاملوني بطل من قبل ما اكون بطل، ووالدي كان بيعاملني بطل من قبل ما اكون بطل برضه، ووالدتي. فانا اضطريت وحطيت هدف قدامي اللي انا نثبت لهم اللي انا بطل. طبعا اكيد. والحمد مهمة لله. مهمه مش سهله. عامل معاك ازاي في التدريبات؟ والوالد عامل معاك ازاي في التدريبات؟ والدي مش مقصر معايا في حاجه، من ناحيه كوالد، من ناحيه الاكل بيعاملني ببطل، من ناحيه كل حاجه. من ناحيه بقى التمرين وكده ككابتن مش مقصر معايا حاجه، ففني ومهاري. ما بيقساش زياده لما تخرج عندك عيد ميلاد عندك. لا، حتى لو اسعى لها برضه عشان خاطر حلمي وهدفي. يا كابتن وليد، احنا متفقين على 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 وضع معين لازم نوصله له، حتى لما بنكس عليه هو بيبقى متفاهم. متفاهم ده. هو عارف انا عايز نوديه فين، لان احنا بنشرح الكلام بتاعنا وخطتنا السنويه، هنعمل كذا النهارده وبكره كذا وبكره كذا. لازم هو يكون متقبل الامر وعارف كل حاجه ليها ثمن وليها تضحيه. انا متفق معاك جدا. طب طبعاً لو حصل ان انا ما اعرفش هل ده ممكن ولا لا، بس لو حصل في عقد احتراف جه او فرصه للاحتراف، ممكن تودي زكريا؟ ممكن جدا. بس وده وارد؟ طيب، اصلا من خلال الاتحاد. ان احنا عندنا لوائح وقوانين احنا مرتبطين بيها. كويس. كويس. احنا هدفنا الاول نجاح اتحادنا، هو ده بيتنا الكبير. لو كان جه في بدايه يعني دخوله عالم الرياضه وقال لك انا مش حابب المواي تاي، انا عايز العب رياضه ثانيه، ما انا لعبته وهو صغير العاب قوه وجمباز وكلام زي كده على اساس ان هو يبقى بنيه كويس، خامه كويسه. لما كبر بدات ان انا اتواصل معاه، فكره رايح فين، هو عاوز ايه، لقيته حابب فكره إيه؟ رايح فين، هو حابب يجلدني. فهو الموضوع بدا معاه ان هو يعني حابب والده وشايفه قدوه وشايف مهارته كويسه وبيأدي كويس، فانا عايز نبقى زي بابا. لما كبر شويه بدا بقى ان هو يسال ويعرف اللعبه دي ايه ووضعها ايه وحبيبها، فدخلها على اقتناع. حلو جدا. طب في ولاد تانيين لحضرتك؟ عندك ابناء تانيين؟ عندي جمانه تاني عالم. بس لا لا، ده كتير. ده ايه العيله العالميه دي؟ العيله كلها ما شاء الله. طب والله لطيف منكم ان انتوا قاعدين معايا، اثنين محليين زي حالتنا. ده التواضع. دولي اعلامي بس انتوا دوليين. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. جمانه برضه معاي تاي؟ جمانة مواليد 2009، تاني عالم، لعبت مع بطلة روسيا 3 سنين متواصل، بطلة العالم 3 سنين، وطبعا أول مشاركة ليها. الحمد لله عملت ماتش قوي جدا وثلاث جولات بكل رجولة يعني، بس الحمد لله ربنا ما وفقهاش يعني، مركز تاني. ودي أول مشاركة. حلو يعني، أول مشاركة ومركز تاني الأداء. يعني عايز إيه تاني يا كابتن وليد؟ أنا بنشكرها على الأداء بصراحة يعني. طبعا سنها صغير وطبعا فرق الخبرة، فرق خبرة دولية، فالحمد لله. هما جمانة وزكريا. وعند خالد وقالين ونورسين وثالث عالم برضه معانا. يعني 5؟ 6. 6 ما شاء الله، بس لسه الصغيرين دول بقى. لسه صغيرين ان شاء الله. طب عند نورسين بطل الجمهوريه 2 مواي تاي برضه. ده حضرتك عندك منتخب على الضيق. ان شاء الله. ما شاء الله. حسيت. انتوا مشرفين الرياضه دي جدا على فكره. الله يحفظك ويبارك فيك. احنا اسره رياضيه، الام اصلا بطله يعني، يعني واخدها يعني هي طول عمرها في الرياضه ومدربه لياقه بدنيه. هي اسرتنا كده كلها يعني. حلو بزمين. جدا. طب هل احنا ممكن نشارك في الاولمبياد بقى في فتره ما؟ احنا بنشتغل على كده من 2020. احنا بنشتغل على كده. احنا كمان بنركز يعني، عندنا خطه الاتحاد، الرئيس محمد ابراهيم مركز على حته 28 دي، من البراعم والناشئين اللي هم شغالين دلوقتي. بنشتغل عليهم خبرات محليه ودوليه عشان ان شاء الله من هنا ل 28 نكون جاهز، عندنا منتخب قوي ينافس ونعرف نحقق دولي. هايل. يبقى لنا اسم. مهم ده، مهم ده جدا. فاحنا لحد دلوقتي ان شاء الله شغالين كويس خالص. افريقيا محققين، واخدين تاني افريقيا كمنتخب. عالم ان شاء الله الحمد لله شاركنا بثمان افراد، حققنا 7 ميداليات. واو ما شاء الله. احنا كده بنعمل انجاز في وقت ضيق. طب احنا فين يعني؟ طبعا اكيد بسم الله ما شاء الله اوائل عالم في المنتخب. الحمد لله. بس هل ده بالضروره معناه ان احنا متسيدين الموقف في الرياضه دي،
ولا برضو في منافسه مع دول بعينها يعني معروفه بان هي قويه جدا في الرياضه؟ جدا جدا. انت عندك روسيا وكازاخستان وعندك تايلاند، كل الرياضات القتاليه واخدينها من بابها يا جماعه دول. احنا بص، احنا الشعب المصري عموما يعني الـ 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 الشكل بتاعه قتالي اكتر. يعني احنا ممكن الكره يعني ضعاف فيها شويه، ممكن الطايره، ممكن بقيه الالعاب، بس انت في القتال قوي جدا. يعني احنا لو اهتمينا بالحته دي الخامات بتاعتنا كمصريين احنا هنسيد العالم. احنا هنرتب يعني بفضل الله ترتيب اول تاني على مستوى العالم في كل الالعاب القتاليه. جيناتنا كده احنا بطبعنا كلنا يا فندم زي ما حضرتك شايف. لا 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 مش كل، في استثناءات يا فندم، ارجوك سيب مساحه للاستثناء. ده منظر قتالي يعني يرجع منظر الكلام اول عالم انت يديك. في ناس بتدخل تتضرب وفي ناس بتضرب. ايوه مش كل هيضرب صحيح. فاحنا لو شويه اهتمام وشويه دعم مادي هتلاقي مصر في حته ثانيه خالص. دعم مادي، اتكلمنا عن النقطه دي ونحط تحتها 100 شرط. طيب ايه بقى المشكله؟ يعني هل هنا بنتكلم بمنتهى الصراحه عشان الكلام يوصل للساده المسؤولين، لازم نعالج لو في مشكله لازم نعالجها، لان في الاخر مصلحتنا كلنا. الدعم المادي من الاتحاد غير كافي. لا لا، اصل الاتحاد ده حديث المهد، يعني الاتحاد بقاله سنتين ودي الموسم الثالث، ما عندوش خزنه، يعني لسه موارده ضعيفه. مفيش موارد اصلا، لسه موارده ضعيفه. احنا لسه بنأسس قواعد تانية للرياضات موجوده في مصر قبل كده بسنين طويله وبرضه بتشتكي من قله الامكانيات او قله الدعم. لما يبقى انا عمري في المجال الرياضي 10 سنين غير لما يبقى عمري سنتين. 10 سنين شغلت بطولاتك وشغلت مواردك وعملت قاعده قويه. يعني انت عندك لغايه وقت قريب كان في ابطال مصريين ويعتبروا من ابطال العالم في كمال الاجسام بصفه خاصه، وكان معظمهم بيشتكي من قله الموارد، علما بان حضرتك عارف كويس ان الرياضه دي بند التغذيه بس بتاعها محتاج يعني ميزانيه قد ايه. اه بفلوس. هي كمال الاجسام طبعا ده لها وضع لوحدها خالص، وعايزه سبونسر، كل لاعب عايز سبونسر لوحده. انما احنا بنتكلم مثلا على منتخب زي منتخبنا مثلا او كاراتيه او كيك بوكس او يعني اي العاب من الالعاب الفرديه، دعمها برضو مش زي الالعاب اللي هي كمال الاجسام. يعني انت مثلا احنا النهارده كنا مقدمين مثلا 46 لاعب يطلع يشارك، اقل دوله مشاركه بره مشاركه ب 40 لاعب. انت بتتكلم في اربع مراحل سنيه، براعم وناشئين الف وناشئين ب وشباب. لما نطلع بسبع لاعبين او بثمان لاعبين بس احنا كده اقل حد مشارك. فليه ما نديش فرصه اكتر لاولادنا ان هم يطلعوا ويشاركوا دوله ويكتسبوا الخبرات الدوليه؟ ما هو ده برضه بيبقى يعني قله امكانيات يعني من يعني للاتحاد، ما عندناش دعم من الوزاره. احنا عايزين الدعم ده يزيد شويه عشان نقدر نشارك باكبر عدد. انا بتفق مع حضرتك ان انتوا كمان هتحتاجوا معسكرات وغيره، يعني ده امر طبيعي. لما نعسكر معسكر مفتوح مثلا شهر اربع خمس تمرينات، ونعسكر مغلق سبع ثمان ايام، مفيش معسكر في العالم بيتعمل سبع ثمان ايام. صح. بس ده عشان ضعف الامكانيات برضه. انا لو عندي امكانيات كويسه والوزاره بتدعمني كويس انا هنبقى في حته تانية خالص. طب تعالى بقى نروح حته تانية فعلا وناخد على التليفون، لان زوجة حضرتك معانا على التليفون. الله. اه يعني زوجة كابتن وليد زكريا معانا، والد طبعا زكريا معانا على التليفون. صباح الخير يا فندم. اهلا بيكي والف مبروك بجد. انت بتربي ابطال ومتزوجه من بطل، وحضرتك كنت برضو رياضيه كبيره، فعيله محترمه وعيله جميله، واكيد تاسيسها صعب. اكيد حضرتك انك توازني ده او تعملي ده مع كابتن وليد، اكيد في حاجات بتدفع، في ثمن، في تعب، في جهد. خلينا نسمع منك برضو. لا والله بصي، الحمد لله ربنا مقوينا الحمد لله، انه يستاهل كل خير، وهو تعب والكل مجتهد نصيب، وربنا يا رب يخطاه كمان وكمان، وفعلا هم تعبوا والحمد لله ربنا رضاهم. حلو جدا. بس الدعم دايما برضو الاساس بتاعه في البيت، فلسه كنا بنتكلم في النقطه دي مع كابتن وليد، واكيد برضو فكره الضغط والتوازن ما بين الدراسه وما بين الرياضه اكيد برضو فيها ارهاق كبير جدا على حضرتك وعليهم. يعني كل حاجه، بس الحمد لله لازم في توازن ما بين كل حاجه، لازم ندعم نفسي والحمد لله. حلو جدا. طب احنا ممكن نكلم جمانة كمان لو موجوده مع حضرتك؟ طبعا. جمانة. جمانة. ازيك يا جمانة؟ صباح النور.
انا سمعت من كابتن وليد ان انت بطله برضو، بنتكلم عن مواليد 2009 في المواي تاي، وحاجه اعتقد محترمه انت، بس لسه دي البدايه، انت عندك شوط كبير جدا وحاجات كتيره جدا هتحققيها. ايه اللي نفسك تحققيه دلوقتي بقى قدام باباكي وقدامنا كلنا تقوليه لنا؟ انا لعبت بطل روسيا في بطوله العالم، خدت معاه مركز. هو الصوت مش واضح، يا اما هي بقى مكسوفه تتكلم، حاجه من الاثنين. طب عايزه تكلمي يا كابتن وليد؟ ممكن تكلمها كابتن وليد عادي لو عايز. زي بنتك يا كابتن، مش حد غريب يعني. جمانه ايوه انت حابه تكوني ايه السنه الجايه؟ حابه تطلعي معايا بطوله العالم ان شاء الله السنه الجايه، وحابه تحججي، ولا انت راضيه بالمركز الثاني؟ ان شاء الله السنه الجايه نطلع ونحقق مركز اول ان شاء الله حبيبي. خلاص ده وعد منك قدامنا كلنا اهو، السنه الجايه ان شاء الله نشوف علم وارفع علم باذن الله يا حبيبي. اهم حاجه ترفعي العلم دي. شكرا يعني جدا. عاده الاب لما بياخد بنته الصغيره بياخدها الملاهي يوديها المراجيح، انت طالع بيها بطوله عالم. عندنا القتال هو الملاهي، هو الناحيه القتاليه عندنا دي اهم حاجه. ربنا يبارك لك ولادك يا رب وتشوفهم احسن الناس. الله يبارك فيك ويديك صحة. نورتونا كابتن وليد وكابتن زكريا بجد، وبنشكر طبعا مدام كابتن وليد وجمانة على المداخله الجميله دي، ونشوفكم ان شاء الله بانجاز اجدد. والنقطه اللي حضرتك ختمت بيها نتمنى يكون فيها متابعه، لانها نقطه ثاني هنرجع نقول دول ابطال بيرفعوا اسم مصر، فيا ريت يكون في الدعم والامكانيات اللازمه علشان بعد كده ما نجيش نقول هو احنا ليه ما بنحصدش بطولات، عشان الامكانيات بتكون مش مساعده. فنتمنى ده ان شاء الله. نتمنى الدعم في الحته ديت، عشان خاطر احنا بنزعل لما يبقى بطل في مصر وبطل دولي عندنا واحنا صنعناه وبقاله سنين بيحجج عندنا، ونزعل لما يطلع مثلا قطر ولا 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 اي دوله ثانيه احترف ويتجنس بالجنسيه بتاعتها. احنا بنهمل وناس ثانيه بتحصد، احنا بنزرع وناس ثانيه بتحصد. وده نتيجه اهمالنا مش نتيجه ان احنا زرعنا. فاحنا مش عايزين نغلط الغلطات اللي الاتحاد الثانيه غلطها، عايزين ندعم الناس، ويعني الناس تبص لنا ببصه اهتمام اكتر من كده. كويس. دعمنا يزيد عن كده عشان نقدر نعمل قاعده كويسه وننافس منافسه محترمه تليق بمصر كاسم وقامه في بين الدول. كلام ان شاء الله يحصل، ويحصل في القريب العاجل باذن الله. نورتونا وكلمه شرفتونا بقى هنا في محلها فعلا، انتوا فعلا شرفتونا. وان شاء الله لما نلتقي المره الجايه باذن الرحمن يكون عندنا مزيد من الانجازات نتكلم عنها. شكرا لكم وشكرا للقناه المحترمه. شكرا. وانا سعيد جدا بلقائي معاكم النهارده. واحنا كمان يا فندم. الله يحفظك. هنروح فاصل ونرجع عشان نتكلم بقى عن رياضه البلياردو، زي ما كنت بقول لحضراتكم برضو من الرياضات اللي يمكن مش واخده الاهتمام الكبير سواء شعبيا او حتى اعلاميا، بس بما ان هم جم معانا في قناه الاهلي يبقى خلاص بقى هنسكيب النقطه الاعلاميه. فاصل ونرجع نكمل. طب احنا دلوقتي وصلنا لاخر فقره، وزي ما احنا بنقول كده او اتكلمنا عن يعني منتخب مصر تحديدا في البلياردو والسنوكر برضو تحديدا، واللي حققوه في البطوله الافريقيه وبطوله العالم كمان، النهارده معانا بطل من ابطال اللعبه دي عشان يكلمنا عنها اكتر وعن مشواره كمان فيها، كابتن عبد الرحمن شاهين، بطل العالم في البلياردو والسنوكر، والتاني بالمناسبه ناس كتيره مش عارفه اصلا ان رياضه البلياردو عندنا بنروح وبنكسب بيها بطولات. كابتن عبد الرحمن بونجور، صباح الفل. وهنسمع منك بقى لان عايزين نعمل وعي او توعيه كده اصلا للساده المشاهدين عن الرياضه دي. تمام. اولا انا مبسوط اني مع حضراتكم النهارده. نورنا. ربنا يخليك. ثانيا هي لعبه السنوكر هي معروفه في العالم كله، بس هي مش معروفه في مصر بس يعني لحد ما الحمد لله. يمكن البطوله اللي فاتت انا وانا في امريكا يعني في وسط البطوله صحابي كانوا بيبعتوا لي فيديوهات من كافيهات الناس بدات تشغل الماتشات. ايوه بالظبط مؤخرا فعلا. يعني الحمد لله البطوله اللي فاتت دي سمعت شويه فالناس بدات تعرف السنوكر. لكن هي لعبه هي منتشره في العالم كله معروفه. يعني حتى اللي عارفها عارفها على شكل هوايه يعني، فاهم ازاي؟ بالظبط بالظبط. هوايه التسليه الناس في المولات في البتاع بالظبط كده. انت خدتها بقى في حته ثانيه، انت رحت معاها من الهوايه للاحتراف، وبسم الله ما شاء الله احنا بنتكلم على يعني اول البطوله العربيه وتاني بطوله العالم. فده انجاز مش سهل، واكيد اكيد ما جاش بالصدفه ورا منه رحله. عايزين نعرف منك اهم المحطات بقى في الرحله دي ابتداء من نقطه البدايه. هو انا من نقطه البدايه انا بدات لعبه السنوكر بالصدفه يعني، انا ما كانش وكهوايه طبعا. ما كانتش لا ولا هوايه حتى، انا بلعب كوره اصلا. اوكي. خلصت في النادي طلعت لعبت شويه بلياردو كده سنوكر عادي، انا مش فاهم ايه ده اصلا. المدرب شافني وانا بلعب مع صحابي قال لي انت يعني ان انا ممكن ابقى كويس في اللعبه.
مره في الثانيه وبس، وبدات كده يعني. ونسيت الكوره بقى وركزت في البلياردو. نسيت الكوره. طب ده كان تقريبا عندك كام سنه لما ابتدات في او بديت؟ كان عندي 14. ودلوقتي انا عندي 25. اوكي، يعني نقدر نقول مش وقت طويل، بس قدرت توصل لبطوله، بطولات عالم او ذهبيه كمان، فدي حاجه ازاي يعني؟ هل الوقت ده كافي في رياضه البلياردو؟ هو كافي، بس يعني هو انا بدات، الميزه ان انا بدات في سن صغير شويه، بس ده بالنسبه لنا في مصر يعني. طبعا هم بيبداوا بره، بره بيبداوا 9 سنين و10 سنين، وهم بيبقوا واخدين الموضوع احتراف. احنا ما وصلناش للحته دي في مصر لسه يعني. احنا يمكن الناس اللي بتلعب سنوكر في مصر كلها بتعمل حاجات جنبها، يا بيشتغل في بنك جنب السنوكر، يا بيشتغل في شركه، يا بيدرس. احنا ما عندناش حته ان انت تبقى لعيب محترف في السنوكر او النوع ده من الامور. ما بيبقاش فيه معسكرات او سفريات اعداد؟ لا، في طبعا، بس يعني مش زي بره طبعا يعني. احنا مش، طب احنا ناقصنا ايه عشان نبقى زي بره في الرياضه دي تحديدا يعني؟ لا، ناقصنا كتير. زي ناقصنا الدعم في كل حاجه يعني. مثلا انا بلعب في نادي الصيد، انا النادي بتاعي مثلا موفر لي كل حاجات اللي ممكن لعيب في النادي يحتاجها، لكن مش انا عشان ابقى انافس بره واعمل اللي انا بعمله يعني. طبعا في ناس كتير ليها الفضل في الكلام ده، بس هو في الاول وفي الاخر اجتهادات شخصيه يعني. انا ضحيت بحاجات كتير في حياتي واتاخرت في حاجات كتير في حياتي بسبب السنوكر. زي الدراسه مثلا. الدراسه مثلا، انا لسه عندي 25 سنه، انا لسه بدرس. انا دي حاجه مش مضايقاني، انا مش حاجه مش معصره معايا في حياتي، بس يعني مثلا دي بالنسبه لاهلي كانت عامله لي مشاكل مثلا في الاول. اكيد طبعا. اهلي دلوقتي بعد ما بقيت بطل عالم بقى، بالظبط دلوقتي يعني حسوا ان انا، لا انا ما ضيعتش الوقت ده في على الفاضي، بس لسه ناقصنا كتير يعني. انا يعني البطوله اللي فاتت مثلا وصلت فاينل في الورد جيمز. البطولات اللي جايه انا عندي بطوله في شهر 9، انا مش عارف انا هسافرها ولا لا، عشان امكانيات ماديه مثلا. يعني مش عارف انا هسافر البطوله ولا لا يعني. انا جاي من فاينل بطوله عالم، عندي بطوله عالم الشهر الجاي، انا مش عارف اسافرها ولا لا. الشهر الجاي التواصل مع الاتحاد مثلا، ما هي نفس الحاجات اللي بنسمعها يعني. الوزاره لو دعمت هنسفر، لو الوزاره ما دعمتش مش هنسفر يعني. هي تقريبا بتكلف قد ايه يعني السفريه اللي جايه شهر 9 دي؟ ولا حاجه، هي تتكلف تذكره طياره واوتيل يعني. السفريه كلها على بعض لاربع لعيبه مثلا مش تتكلف 70-80 ألف جنيه. ولو الاتحاد او الوزاره ما دعمتش، انت هتروح على نفقتك الخاصه؟ بس مش كل الناس برضو تقدر تروح على نفقتها. انا كنت لسه هقول لحضرتك يعني، انا مثلا يمكن اقدر، في غيري ما يقدرش. نخسر احنا بقى ميداليه ونخسر بطل عشان ما قدرش؟ لا، تخسر المشاركه اصلا. في ناس بمشاركتها بمجهودها بيروح انها ما بتعرفش تشارك في البطوله يعني. في ناس ضيعت وقتها وعمرها في اللعبه دي ومش مقتدره يعني، ما مش قادر يسافر على حسابه. في رياضات معينه احنا بنسميها الرياضات المصدومه، لما نيجي نقارنها بكره القدم. كره القدم واخده العين واخده الاتنشن واخده الدعم واخده السبونسر شيب واخده كل حاجه، وفي رياضات ثانيه تكاد تكون مجهوله حتى عند الجمهور. لكن بالنسبة للبلياردو بصفة استثنائية، هي رياضة بالفعل موجودة وليها قاعدة. إيه المانع أو إيه اللي ناقص عشان يبقى فيه رعاية للرياضة دي تسهل مأمورية الاتحاد وبالتالي تسهل لكم أنتوا كمان مأموريتكم؟ أنا بالنسبة لي أنا شايف إن الناقص إن الناس أصلا يعني الاتحاد، أنا فكرة مش بهاجم الاتحاد يعني، أنا رئيس الاتحاد أنا بعامله راجل يعني زي أبويا بالظبط. لكن هو فكره ان هما اصلا شغل الاتحاد ان هو يبدا ينشر اللعبه ويعرف الناس ايه اللعبه دي. هي الناس فهمت بلياردو البول بس، اللي هو البلياردو العادي البول ده اللي منتشر في الكافيهات، منتشر في الاحياء الشعبيه. انا ممكن اقول لك حاجه، ده خبر لسه الاعداد بناء عن كلام زميلتنا ريهام، هي دلوقتي بتبلغني واحنا اثناء ما بنتكلم ان هما تواصلوا مع الوزاره دلوقتي واحنا بنعرض الموضوع، نتابع بقى ايه اللي هيحصل. ودكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه بيقول ان هو هيتواصل مع الاتحاد عشان يحلوا الازمه دي. ده خبر لسه حالا، لسه متبلغين بيه من الاعداد. فده كلام على عهده طبعا ريهام، ونتمنى ان شاء الله يعني المتابعه فيه تكون، وانت تقول لنا ايه اللي هيحصل باذن الله. بس طبعا لو كده يبقى مشكوره جدا وزاره الشباب والرياضه في سرعه الاستجابه يعني. طبعا ده شيء يحترم. نتمنى ان ابطالنا يقدروا يسافروا في بطوله العالم لشهر 9، هنشوف باذن الله ايه اللي هيحصل ان شاء الله. كويس، اهو وشنا حلو عليك بقى ولا ايه؟ وعلى الهوا يا استاذ.
لا كله على الهواء ان شاء الله خير بالاثبات صوت وصوره. انت بتحلم بايه عموما في الرياضه دي لنفسك وللرياضه نفسها في مصر؟ لنفسي بحلم طبعا اني ابقى افضل من ابطال العالم وابقى في مستوى ثابت واني اخد حقي في اللعبه، يعني ان انا ما احسش ان انا عملت حاجه لمده 10 سنين من مش من وقت كتير من 25 سنه وما يروحوا على الفاضي، يعني احس ان انا ما ينفعش يتسلى ليك الاحساس ده اصلا. احنا بنتكلم على تاني العالم، انت مش كده برضو ولا ايه؟ طبعا صح، اول العرب وتاني العالم، فانت من حيث الانجاز لا ده في انجاز وانجاز كبير ومهم كمان لازم يتبني عليه كمان الفتره الجايه ان شاء الله. حضرتك انا ممكن اقول لحضرتك انا في ناس قرايبي ما يعرفوش اصلا عمرهم ما دخلوا صاله سنوكر في حياتهم. بعد البطوله انا داخل النادي عندنا طالع لقيتهم قرايبي بيتمرنوا مع مدرب اللي عندنا في النادي والله ما اعرف شفتهم بالصدفه، فبكلم مامته يعني بقول لها ايه ده، قالت لي اول ما شافك في البطوله قال انا هلعب سنوكر زي بوكا. يعني انا دلع اسمه بوكا، فبيقول لقيتها بتقول لي انا هلعب سنوكر زي بوكا. اوكي فيعني لقيت ملهم اهو كمان حاجه حلوه دي، حاجه حلوه. وفي النادي عندنا احنا عندنا في النادي لعيبه جامده، عندنا في مصر لعيبه جامده، احنا في مصر عندنا لعيبه جامده بالنسبه للعالم، عندنا لعيبه جامده كتير بس ما فيش حد بيعرف يعمل الكلام ده. انا يمكن في الفاينل انا ما خسرتش عشان خاطر اللعيب اللي بيلعبني اجمل مني قد ما هو الموضوع بالنسبه لي انا ما اتحطيتش في الموضوع ده قبل كده. انا مسافر انا وواحد صاحبي، يعني واحد صاحبي اسمه سامح سيدهم بيلعب فرنساوي لعبه بلياردو تانية فرنساوي بلعبها وانا صغيره دي وانا في السنوكر احنا مع نفسنا. انا اللعيب اللي بلعبه من هونج كونج في الفاينل معاه بعثه كامله، معاه مدير فني ومعاه دكتور نفسي رياضي ومعاه ناس، يعني وانا بالنسبه لي اصلا فكره اني بلعب فاينل بطوله عالم لاول مره في حياتي الموضوع مش سهل، يعني ده غير بريشر الماتش نفسه وانا عليا بريشر طبعًا. انا فين دلوقتي انا بعمل ايه؟ كانت في امريكا فالموضوع يعني انا لو جاهز نفسيا للموضوع ده لا كان هيفرق معايا جامد. انا بدات افوق في نص الماتش وانا اوريدي خسران، فهو الموضوع مش برضو اللي حصل لغايه دلوقتي انجاز عظيم طبعا الحمد لله. الحمد لله مشاركه ليك عالميه وتطلع فيها التاني على مستوى العالم، الحمد لله. لو اتودكت في البطولات العالميه هيحصل ايه؟ ما هو ده اللي انا بحاول اوصله والله، ان احنا مش بعيد عن الناس دي، احنا بس ناقصنا اهتمام ورعايه ودعم. احنا ربما نبقى افضل كمان لو تلقينا الدعم والاهتمام المطلوب، لان انت باقل الامكانيات وانت بتنافس، اما لو انا عندي كمان الدعم المطلوب هروح فين؟ فيعني حضرتك احنا كان عندنا معسكر كان في من سنتين كده كان مدرب اسمه بي جي نولان في مصر هنا، ده من اجمد المدربين في العالم. الراجل نفسه قال لنا انا عمري ما شفت كميه المواهب دي موجوده في بلد واحده على مصر. جميل. بس ما فيش يعني المواهب هتعمل ايه؟ يعني انت موهوب وبعدين. طب انت البطوله اللي فاتت دي سافرتها برضو على حسابك الشخصي؟ لا كان على حساب الاتحاد. الاتحاد الاقامه هناك كانت على حساب البطوله. طب رائع، يعني بيحصل اوقات لما بيكون في لا مش اوقات علشان برضو ادي الاتحاد حقه يعني. هو الاتحاد اغلب البطولات بيسفرها لنا، بس هي فكره مش في السفر بس، هي فكره ان احنا محتاجين حاجات ثانيه يعني مدربين نسافر احنا معسكرات مدربين تيجي كتير، يعني اخر سنتين ثلاثه يمكن كرروا الموضوع مرتين وده في حد ذاته انجاز بالنسبه لاخر عموما او الفتره اللي قالته لك نهواند من شويه هيبقى فتحه خير باذن الله. باذن الله ان شاء الله تلاقي تغيير يعني جذري في الملف ده، لان هو ملف معرقل ومعطل لكثير من ابطالنا في رياضات مختلفه. اعتقد الانجاز اللي انت شخصيا لوحدك حققته ده كافي بانه يفتح المجال لاعاده النظر فيما يتعلق بمساله الدعم والرعايه. ان شاء الله انت شرفتنا وشرفتنا. ربنا يخلي حضرتك. وشرفتنا قوي يعني. ربنا يخلي حضرتك. يعني ربنا حاجه جميله جدا، ربنا يبارك لك ان شاء الله وباذن الرحمن المزيد من النجاحات باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك كل التوفيق، وان شاء الله تسافر السفريه اللي جايه ومش على حسابك، نتمنى ده يحصل وتقعد لنا يعني بالذهبيه برده مره ثانيه باذن الله يا رب. باذن الله نروح فاصل بس طويل يعني لغايه بكره لغايه بكره كده ونرجع لكم ان شاء الله. بكره حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي.